الوضع الامني بسبب جيد. خلي يكمل شيخنا المحترم، انا كلش اقدر مشاعرك وحزنك والمك، اتفهم هذا الشعور. لا العالم تحكي، ما يخالف اذا تسمح لي، ما يخالف فعلا ساعدتونا بتحرير المناطق، بس اليوم ما اريدها تكون علينا. استاذ انا دا اذكر شيخنا العزيز، انا على ابو داعش اللي جاب داعش علينا، دا اذكر بحادثه معينه حتى ما تبقى هاي المواقف الوطنيه اللي صارت بيننا وبينكم، هذا اختلاط الاكل والماي وغيرها اللي صار، الملح والزاد اللي بيننا، حتى من داعش يا اخي يا استاذ يعني كان المفترض نطرد. انا غدا اذكرك بحادثه. شكرا لك ممنون. انا بس خليك انا تعرف خطابي، انا فاهم حتى لا يفهم البعض. والله العظيم اليوم موقف ابناء الوسط انطوا دم وقوات. شنو انا وياك اليوم قاعدين وكاشخين وشهداء دبنت من ابناء الوسط والجنوب، غير مؤامرة كانت بذاك الوقت. طيب إذا تسمح لك أكمل لك أنا أقول إنه اللي صار صار، كل إحنا عارفين بهاي المآسي اللي مرت، وكل إحنا اشتركنا بهاي المآسي، ما اشتركت فئة عن فئة. نعم أكو فروقات عن الناس اللي تجرت من بيوتها، الناس اللي تعبت، اللي ذبحت، اللي غيرها، وإحنا آسفين لهاي المشاهد. أنا كمواطن عراقي آسف إليك ولنفسي وللعراقيين كلهم لهذا اللي حصل. لكن أستاذنا وشيخنا العزيز، هذا الخطاب ترى راح يعيدنا نفس الموضوع. هذا الخطاب إذا تسمح لي أنا رافض لخطوة التظاهر بالأنبار. أنا أحكي لك الأمانة، شيخنا أنا رافض لخطوة التظاهر في الأنبار، واضح حكيتها 3 مرات. لكن ما هذا الخطاب بفرد على التظاهرة مو صحيح، وهذا ينتج شرخ اجتماعي، الشرخ الاجتماعي اللي عانينا ما عانينا وانتجنا داعش بالنهاية. فهذا الخطاب هو نتيجة لتكرار داعش مرارا وتكرارا بقصد أو من دونه. أنا آسف لأنه أذكر هاي المواضيع. أكو من جانبنا أيضا يشرخون بهذا النسيج الاجتماعي، وبالتالي طلعت عندنا ميليشيات مثل ما طلعت عندكم. أو ما أنا ما أريد أضيف شيء على شيء، العراقيين كلهم اشتركوا بهاي الجرائم كلهم، سواء ميليشيات او غيرها او غيرها. احنا نشوف الاسلوب اللي صار مع التعامل مع ضرغام مو صحيح، ابدا مو صحيح. على الاقل كان من المفترض، شنو المفروض يصير؟ كان من المفترض انه يعني انا شاهدت خطاب جيد من شيخ ما اعرف حقيقه ما اتذكر اسمه، كان خطاب محترم ومؤدب، وقال له مطالبك وغيرها ونستقبلك وتفوت ويانا تشرب قهوه بالمضيف وغيرها. ذني كل المحترمات، ذني يعني اثرا بشخصيه العراقيه، اثرا حتى بالشخص اللي جاي من هناك. لو تتفهم يابا، ترى مو مكانك هذا، مكانك بغداد تروح تتظاهر به وتقعد هناك وتتظاهر وعلى راحتك، ما حد يلومك. وانا واحد من الناس، هذا خطاب ايضا لو جايني للناصريه ضرغام، انا اقول له لا عم، الناصريه ما لها علاقه، روح ببغداد وتظاهر. نفس الوضع وسواها الناصريه وسوتها كل المحافظات، هذا الواقع. لكن الهجوم بهاي الطريقة، رمي التهم بهاي الطريقة، يعني استنساخ الخطاب المعادي والمناهض لتشرين طوال سنتين، شبابنا تتفجر أدمغتها بالشوارع وبالقناصات وبالقنابل الدخانية، ومن من كل الأحزاب كلها اشتركت، وخصوصا الأحزاب الشيعية اشتركت بدمانا كلها، أغلبها لم تكن من خلال القتل أو الخطف أو التغييب أو التعذيب، فمن خلال التحريض، الكل دون استثناء، خصوصا مثل ما يسميهم السيد عباس البيات الله يذكره بالخير، أصحاب الكساء الخمسة كلهم اشتركوا بهذا التحريض علينا. بالتالي أقول أن احنا اليوم مطالبين أن الخطاب يكون الخطاب معتدل، الخطاب من جانبنا معتدل. طوال فترة تشرين كان خطابها معتدل ووطني، وعادت بثت الروح الوطنية بالعراق بشكل كبير. وشنا شيخنا العزيز، أنا واحد من الناس، من أكثر الناس اللي كان يتوجه لي سؤال، ليش أهل الأنبار ما يظهرون وأنتم كاتلين رواحتكم بمناطقكم الشيعية والوسطى والجنوبية وغيرها؟ شنا نقول أن تشرين نعم هم شباب شيعة، لكن الدافع كان وطني، وشباب الأنبار وأهل الأنبار طلعوا من حرب ومن آتون حرب ضخمة عصيبة. هذا اللي جاي أقوله، هذا اللي انتظر من أنا اللي جاي أقوله، بس أنا جاي أقول تساعدني بالخطاب. يقول لك هنا أنا ما عندي مشكلة، لكن بالخطاب أنا ساعدني التعاطي، إنه كانت ربما بشكل منفعل بشكل هجومي. أنا أقدر ليلة البارحة، أقدر ليلة البارحة أطلع بخطاب منفعل وممكن أجج وضع وغيرها، لكن ما هو يقع علينا، إحنا مسؤولية ضخمة تقع علينا كشباب، كفاعلين بالمجتمع، كمسؤولين، كشيوخ عشائر، أنه تبعد البلد عن هاي المصائب.